اهتمامها بكافة فئات المجتمع ده مش كلام وخلاص، لكن بنشوفه على أرض الواقع من خلال مبادراتها الكتير، زي مبادرة اتكلم هنسمعك، واللي من خلالها حياة كريمة نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقدمت مجموعة مختلفة من أشكال الدعم المادي والنفسي، واللي بتأكد من خلالها المؤسسة إنها داعم وسند قوي لذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية، وده بمشاركة 250 متطوع ومتطوعة. حياة كريمة فعلا لكل المواطنين، فاحنا بنبقى مستهدفين كل فئات المجتمع، ما بنحبش نعمل أي يعدي أي يوم من غير ما نفيد الفئات اللي موجودة في المجتمع كلها. علشان كده احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة. احنا النهاردة حاولنا نجمع كل الصم اللي بيقدموا سواء مشغولات يدوية أو عاملين زي براءات اختراع بسيطة شوية، حبينا ان احنا نسلط عليها الضوء علشان يعني نعرف كل الناس ان هم لأ، هم عندهم قدرات وبيقدروا يشاركوا وبيقدروا يعملوا حاجات كتيرة جدا. على هامش اليوم القافلة الطبية متكاملة للولاد ويقدروا يستفيدوا منها ويعني يبقى متابعة طبية ليهم. وخلال الاحتفالية قدمت المؤسسة فعاليات متنوعة، منها جلسات إرشاد أسري ودعم نفسي وعروض مسرحية وأنشطة فنية علشان تفرح الأطفال، وكمان معرض لمشغولات الصم اللي عبر عن مدى موهبتهم، ده بالإضافة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وعيادات طبية متنوعة. والجميل إن جميع الخدمات اتقدمت ل 1500 مستفيد بلغة الإشارة. بشكرهم بصراحة، بشكرهم على اليوم الاحتفال دوت لأطفالنا، إن هم بيخرجوهم عن التعب اللي هم فيه والحياة اللي احنا عايشينها، حلك طبيعي لا تخاطب خروج كده، فخرجونا شوية عن الجو ده بصراحة. جزاك الله كل خير، ويبقى كده دايما على طول يعني في ظهر الناس الغلابة على طول يعني. احنا ما كنتش أتوقع إن احنا هنبقى بالفرحة دي والله. كلهم ناس محترمين جدا ومتعاونين وبيخدموا الناس، ربنا يكرمهم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتهم. حاجه كويسه جدا ان هي عملتها علشان خاطر الناس يبقى في تجمع بينهم. العديد من الخدمات التنموية المختلفة بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لتنمية وبناء الإنسان المصري، وخاصة الأولى منهم بالرعاية، وده طبقا لتوجيهات القيادة السياسية عشان يوصل الدعم لكافة المستحقين.